أستاذ علي، شلون تحللون مشكلة البطالة في مدينة البصرة مع كثرة الشركات اللي موجودة، سواء الشركات الأجنبية الاستثمارية أو الشركات المحلية، وأيضا العمالة الأجنبية في مدينة البصرة؟ طبعا الحديث في عملية يعني البطالة ذو شجون كبير جدا، ولكن أنا أسميه بتسمية أخرى، وأن علينا صراحة أن نستثمر مع الشباب. وعملية الاستثمار مع الشباب، مع الأسف الحكومات سواء كانت على المستوى المحلي أو على المستوى الاتحادي، أغفلت بأن البشر أهم من الحجر، ولذلك ذهبت كل الحكومات وكل أصحاب القرار باتجاه أن اليوم يعني تعالوا خلينا نسوي أرصفة، تعالوا خلينا نصرف هاي الموازنات الهائلة للسنوات الماضية في عملية البنى التحتية والطرقات والمياه اللي لحد الآن ما شفنا منها شيء. نحن في الحكومة السابقة، مجلس المحافظة، أخذنا عدة قرارات، وهذه القرارات جاءت لتفكيك ما موجود. أنت تحدثت عن الشركات النفطية وركزت على هذا الموضوع، ما موجود في عقود جولات التراخيص. احنا وجدنا صراحة اكو بعض البنود في عقود جولات التراخيص تصب في مصلحة الشاب، ولكن عملية تطبيقها كان معدوم. لاحظنا في تلك المرحلة ان نسبة الاجانب مقارنة مع الشباب او العاملين المحليين هي تصل الى 65%. نعم اخ امير، لربما التوعية هي كانت الحاجز عن هذا الموضوع. الضمان الصحي والضمان الاجتماعي موجود حتى في القطاع الخاص لو نظرنا له عن كثب. هذه كانت قصتي نور في مدينة البصرة. قصة مالية بالمشاكل، ها؟ قصص البطالة موجعة، والشباب يعانون من بطالة وشي، فنتمنى انه الحلول تكون عاجلة وتطبيقها يكون على أرض الميدان.